السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة أخرى نكمل customize. طبعا أوكي، طبعا هنا في شيء أنه إحنا في اللوجن مثلا this one login. في اللوجن مفروض هذا ما يظهر صح؟ يعني أنت من تدخل موقع اللوجن، صفحة اللوجن، هذا المفروض ما يظهر، يعني ما يصير مرتين لوجن صح؟ يعني في ناس ممكن تتقبل الشكل، بس في ناس تقول لك هذا باك. احنا نمشي على طريقة عالمية، يعني ما نريد انه احنا فقط نقول لك اوكي هاي مشروع يلا روح انتجها او بيعها او لا، مفروض يكون مرتب، يعني حتى على مستوى عالمي يكون شيء نظيف شيء جميل ومقبول. فمن يقول لك هنا انت عندك لوجن وهنا عندك لوجن، زين ليش اثنين؟ يعني هاي شنو هاي؟ فحتى ما نخلي ما نسمح اللوجن يظهر مع هذا اللوجن او هذا ما يظهر مع اللوجن، يظهر لوجن واحد فقط. هنا نحتاج الاف ستيتمنت. احنا قلنا if not request user is authenticated، ممكن نضيف شيء اخر، يعني احنا في الستيتمنت هذا ممكن الاف نضيف شيء اخر، مثلا نقول له and اضف الى ذلك and not يذهب لهذا المسار like this مثلا. هو وين بيا مسار لوجن صح؟ اذا ما يذهب هذا المسار. طبعا ما تاخذ الاي بي، لان انت ممكن هذا يكون اي بي على موقع على انترنت، فانت لازم تاخذ فقط المسار اكاونت لوجن. هنا تجي تكتب ان ريكويست. لاحظ البايثون جميل لانه كانما تتكلم مع الحاسبه دوت جيت فول path. That's it. هذا كل اللي راح تحتاجه. And not الاكونت هذا المسار and request get full path. هاي في حالة إذا كنت على هذا الفورم ما مفروض إنه يذهب إلى هذا المكان. يعني هذا اللوجن ما مفروض يذهب في هذا المكان. ف in request get full path. خلونا نرجع مرة أخرى. نعمل refresh. أوكي لاحظ اختفى. وينه؟ غير موجود. هسه عندك صفحة لوجن واحدة، يعني هنا لما تكتب خطأ في الباسورد لما تعمل لوجن لاحظ يأخذك لصفحة اللوجن بس بدون ظهور اللوجن اليوزر نيم والباسورد هنا، لأنه حيكون منظره قبيح جدا. أنت عندك لوجن هنا ليش يظهر هنا؟ مرة واحدة أظهرها فقط، يعني حيكون مثل الفيسبوك مثل تويتر. أوكي فهنا تلاحظ أنه يقول لك تأكد من الباسورد correct username and password. ما يقول لك مثلا عندك خطأ بالباسورد أو خطأ باليوزر نيم، لأنه من يحدد، بمعنى أنه الهاكر أو الكراكر ممكن ينتبه مثلا إذا قال الباسورد مالتك خطأ، يقول أوكي معناته اليوزر نيم صحيح، إذا أنا أحاول بالتراي أنه أخترق الباسورد. لكن دائما صفحات أو الريجستريشن فورم دائما ينبهك أنه اليوزر نيم أو الباسورد أو يوزر نيم والباسورد خطأ. في هذا الحالة الهاكر ما راح يعرف أنه اليوزر نيم كان صحيح او باسورد يحتاج تعديل، او كان اليوزر نيم خطا والباسورد كان صح. ففي هذه الحاله يبقى الهاكر في قلق. على العموم احنا فكرتنا كانت انه كيف تلغي اللوجن في صفحه اللوجن نفسها. ما معقول يظهر اللوجن اثنان وهنا ايضا اللوجن لوجن اثنين. فمن نرجع للبايثون لاحظ يظهر في الاباوت، طبعا احنا بعدنا ما سوينا كونتاكت، هذا كونتاكت فورم ويظهر عندك اللوجن. لكن في صفحه اللوجن طبعا لما عملنا هنا اللوجن، في صفحة اللوجن ما راح يظهر اللوجن واليوزر نيم. That's it. فاحنا هسه عدنا بشكل كامل. نلتقي وياكم الدرس القادم ان شاء الله. مع السلامة.